Bizi görmüyor musun? Ya dönemezsiniz demek için mi geldin? Hayır, dönmeyin demeye geldim. Dua et ki hiçbir sorun çıkarmadan teslim olsunlar. Yoksa harika. Yoksa harika. مرحبا بكم من جديد في الحلقة الجديدة من مسلسل طائر الرفرف، الحلقة 33. يمكن أن تكون الأخبار حزينة، سيعاني خلوص آغا من نوبة قلبية وبعدها سينقل إلى المشفى بسبب الذي حدث بعدما تم إطلاق النار على شخص ما في المقطع الدعائي الأخير. ومع ذلك على الرغم من أنه ليس من الواضح من الذي تم إطلاق النار عليه، فقد قمت بتحليل هذه المشكلة من أجلكم. سنعلم على الأرجح أن الشخص الذي تم إطلاق النار عليه هو فؤاد شقيق فريد، سيؤدي هذا إلى عودة سيران وفريد وعبدين وسونة. ومن جهة أخرى، بعض تسريبات تقول إن فؤاد قد مات بسبب طلق ناري، وهذا لو حدث فعلا الحرب سوف تشتعل والأحداث ستصبح مثيرة أكثر وأكثر. وبعض تسريبات تقول إن أيضا على الأرجح سيصاب بجروح خطيرة. يحاول فريد وعبدين اللذان اختطف سيران وسونة من حفل الزفاف العثور على أكثر الأماكن أمنا للذهاب إليها، وسيران وسونة مصممان على عدم العودة عن طريقهما رغم الحظ. وقازم بشكل جماعي إلى القصر لكي يحاسبوا عائلة كرهان، لكن حينها سيتعاون الجميع في قصر للعثور على فريد وسيران. ومن ناحية أخرى سيتخذ فؤاد إجراءات لدعم فريد معا، وطارق سيكون يراقب وسيكتشف مكان تواجد عبدين. فقبل ما أشارك معكم التسريبات ستحدث معكم قليلا عن هذا الملخص. فبكل صراحة كان ملخص عادي جدا ولا يوجد أي جديد، فلاحظت شيء منذ دخولي إلى المسلسل، إن شخصية طارق صراحة مبالغ فيها بشكل كبير جدا من حيث تصرفات، وكأن سيران زوجته أو على علاقة معها، وخد الموضوع على صدره، كما إنه ليس رأيي فقط بالنسبة للشخصية طارق، فهناك الكثير من المتابعين بدأوا يختنقوا من هذه الشخصية المبالغ فيها. فما رأيكم أنتم أيضا؟ هل ترون بأن شخصية طارق شخصية عادية أو الكاتب بالغ فيها بشكل كبير؟ أما بالنسبة للتسريبات، فأول تسريب معنا يقال بأن أسومان هي أيضا سيتم إصابتها هي وفؤاد، لكن كانت هناك بعض التسريبات هذا الصباح تقول هذه التسريبات بأن فؤاد لن تكون حالته صحية خطيرة جدا، فعلا سيتم إصابته لكن حالته ستكون مستقرة وطبعا لن يموت. أما بالنسبة لأسمان فليس هناك أي تسريب عن حالتها الصحية، هل ستكون في حالة خطيرة جدا أم هي أيضا ستكون حالتها أو إصابتها عادية؟ التسريب الحالية بأنها أيضا سيتم إصابتها فقط. فأنتم أيضا شاركوني توقعاتكم وتحليلكم. وهنا قد وصلنا إلى نهاية المقطع، انتظرونا في مقطع جديد ودمتم في أمان الله.